الموضة على ولد آدم حط ثلاثة على كيف الكتاب وصادق حطها وصادق فهو يخوض معركة يعرف نتائجها سبقا وقد خير لي مصرع أنا لاقيه زين. إذا نأخذ الأمور بمظاهرها الإمام الحسين رفض البيع لأنه رفض أن يعطي شرعية لحكومة ظالمة فاسقة فاجرة يرأسها رجل قاتل نفس المحترم ومرتكب المحرمات رفض. زين الجماعة ما هدوا ما هدوا ما هدوا فانتقل إلى مكة المكرمة. هذا ظاهر الأمور اللي نتكلم. هناك جاءت رسائل من أهل الكوفة. ما الذي كان في الرسائل؟ تعال صير حاكم علينا. لا، ليس لنا إمام، نحتاج إلى مرشد، نحتاج إلى من يقودنا إلى دين الله. وإحنا من احضر نعمان البشير في صلاته وكذا احضر لك إمام. فالإمام خرج مثل نفترض سماحة الشيخ يقول في بغداد يقول ما عندنا إمام، يريد الشيخ يقول إمام. الشيخ ما دي يطلع ظاهر الأمر ذات كله ما دي يطلع حتى يزيل حاكم يكون مكانه، يريد يهدي الناس. الناس طالبين عند الهداية وهو رجلها. فالإمام بناء على الرسائل وبناء على أن يزيد بن معاوية أراد أن يغتاله بين عرفات وبين مزدلفة، الجبال تصير ضيق، سير الحجاج تصير ضيق، فكانوا يردون يختفون هناك ويهجمون على الحسين ويقتلونه وكأنهم سراق ويضيع دمه، أو يقتلونه إن كان متعلقا بأستاذ الكعبة، فتنتهك بالحسين حرمة البيت. جاءته رسائل من الكوفة فأخذ عياله وأهله لكي يذهب إلى هناك. قتل الشيخ يذهب إلى مكان نحن ظاهر الأمر ده نتكلم، يذهب إلى هناك لكي يهدي الناس، زوجته عم وياه وينتقل الكوفة. لكنهم قبل أن ينتقل إلى هناك قتلوا سفيره مسلم بن عقيل وجاءه الخبر وهو في الطريق. مفروض يرجع إذا كان يطلب الحكم، مفروض يرجع. خلص انقلبت الآية علينا، ماكو شيء يسمح مسلم بن عقيل قتله. وقال له الفرزدق قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، سيوفهم موية. الإمام ما الذي قال؟ لا خير في الحياة بعده. أساسا الإمام الحسين هو من القلة من الرجال، قلة جدا، الذين خاضوا معركة الجهاد وهو عالم بمقتله. البقية يحتملون احتمال وارد، خاصة إذا فئة قليلة وفئة كثيرة، احتمال أن هذه الفئة القليلة تقتل أو أكثرية من على أيدي الفئة الكثيرة وارد، لكن 100% يعرف أنه يقتل. هذا الإمام الحسين سلام الله وهو من بين المعصومين الوحيد الذي قتل مواجهة. البقية قتلوا، الإمام علي قتل غيلة، فاطمة الزهراء قتلت عن عصرها بين الباب والجدار، الإمام الحسن سموه، ما منا إلا مسمون أو مقتول. بس الحسين هو الوحيد الذي قتل مواجهة. يعني كل عناصر الجهاد في سبيل الله من دون بحث شيء دنيوي ومصلحة دنيوية في جهاد الإمام. أنت أحيانا تخوض الجهاد لكن تفكر إن شاء الله ننتصر ونصير حكومة بينا ومغانم ونصير وزراء ونصير أمراء ونصير كذا. يعني والد الحسين وهو الإمام علي حينما جاءته السلطة رفضها. أنا لكم وزير خير مني لكم أميرة. وحينما وصلت الحكومة إذا قالوا له هذا معاوية خليه يومين يأخذ البيعة لك وخلاص، قال والله لا أبقي معاوية يومين. جاء ابن عباس قال يا أمير المؤمنين ما
معاوية يشتري ضمائر الناس حسب تعبيره. أنت الأموال اللي تعطينا الرواتب اللي تعطينا نتنازل عنها، نتنازل عنها، نعطي الرؤساء القوم حتى يشتريهم معاوية. قال والله لو كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية، كيف والمال مال الله. الإمام علي جاء في ثورة تصحيحية، النبي ثورة تأسيس، اللي يجي في الظاهر مثل قبلها. الإمام علي غير، يريد يأسس قدوة وأسوة لمستقبل الأجيال. أما حينما تطلب شيء عمل شيء لا تبحث عن الدنيا ومغانم، عمل المؤمن يكون لله وحده. جاء بعياله وأهله، الإمام الصادق يقول وبذل في زيارة الأربعين، وبذل من جثه فيك يستمتع ذلك من الجهالة وحيرة أمل وحيرة الله. هدف الحسين هو هدف كل الأنبياء، الأنبياء كانوا يضحكون حينما فتح رسول الله مكة المكرمة مسقط رأسي بيت الله فيه، ما بقى نعم كانوا يضحكون. يبقى أولا بيت الله، إحنا الآن عندنا مدينة مقدسة باعتبار مرقد النبي ومهجري، لكن لو كان باقي في مكة، هي مكة بس ما بقي، ما يدوم حكمه. أنا كاب الدنيا على وجهها كما يقول الإمام علي، ما أريد. يعني الإنسان اللي يدري الحكم حق شنو؟ حق الأكل والشرب والعبوح والجلال والسلطة والمال والنساء، كل ما يريد الإمام علي. وكذلك ابنه ما يريد ذلك، يريد أن الناس يهتدون إلى ربهم ويعبدون. إن آمنوا كلهم وطلبوا من عنده أن يصير إمام وبايعوا قال يمكن يقبل، إن ما أرادوا خير. هدفه مو هذا أصلا، هدفه ذاته. أما بنو أمية ارتكبوا غلطتين كبيرتين، الغلطة الأولى بشاعت ما فعلوه بأهل بيت نبيهم في كربلاء، يعني أوصلوا الجريمة إلى نهاية، فعلوا لبيت النبي ما لا تفعله، ذهاب الكاسرة بضحايا طفل، مرة حرق الخيام، قطع الرؤوس. الأمر الثاني أخذوا أسرى. أنا أعتقد لو ما كانوا أخذين أسرى، أنا كاتب أيضا لولا زينب لم تكن كربلاء كربلاء ولا عاشوراء عاشوراء ولا حق أهل البيت حقا ولا باطل أعدائهم باطلا ولا كذا، ولا اختلط الحابل بالنابل حتى لم تكن تستطيع أن تميز الحق من الباطل والمؤمن من المنافق. حكومة بني أمية حكومة منافقين بامتياز. يعني معركة كربلاء بين الإيمان الصريح وبين الإيمان المغلف، عفواً بين النفاق المغلف بالإيمان، يعني النفاق وإيمان، لابد أن يكشف هذا النفاق. إذا لم يكشف النفاق يمكن إحنا كنا نعتبر ما يقوم به الحسين صحيح وما يقوم به يزيد أيضا صحيح، مثل ما نجمع اللي قاعد على الكرسي واللي. وكان يزيد وقد ورث الحكم من أبيه وأبوه على أساس خليفة رسول الله، بل على أساس أنه من أهل بيت رسول الله. هذا اللي أشاعوا في الشام، بلاد الشام، أنه أهل بيت النبي يعني معاوية، يعني معاوية أهل بيت النبي. وكانوا يتساءلون، شافوا فد واحد قال ليش أنت تقاتل؟ كانوا في معركة الصفين. قال لي سببين، السبب الأول أن علي ما يصلي، أنا جاي أقاتل. وقالوا فيما بعد حينما قتل الإمام، وهل كان يصلي علي؟ الحق يعني الإيمان، يعني اللباب والقشوة. بني أمية أرادوا أن هذا الدين يستمون من عند اللباب، يصير قشوة. أنا قلت هذا الكلام، كنت في طريقي إلى استوكهولم في أيام عاشوراء، مريت في مطار شارل دي غول في فرنسا، كان أيام كريسماس، شفت صور، يعني يمكن الصورة عرضها هلقد طويلة
الجاذبية في كل مكان. ميري كريسمس. ابنية 90% من عندها عارية. يعني العذراء مريم لم تتزوج. وماما سارة رجل. عيسى ابن مريم ما تزوج. باسم ميلاده كم من الحرمات تنتهك. من الخمر إلى الفسق إلى الفجور إلى الزنا. كل شيء سووه باسم عيسى. هذا اللي كان يرضوه بنو أمية. الإمام الحسين ميز إنارته بين من يريد الحق وبين من يريد الباطل في صورة الحق. يعني بين من يجعل الدنيا مطية آخرته وبين من يجعل آخرته مطية الدنيا. فإذا ما كانوا ماخذين الأسرى ثم كانوا يحققون بعض أمورهم. الأسرى هم الذين قلبوا الطاولة على بيت الإمام الحسين. أخذهم